أصيب طفلان جراء قصف للاحتلال التركي وفصائله الإرهابية على مناطق بريف عفرين المحتلة، كما تعرضت قرى بريف ناحية زرقان شمال شرقي البلاد لقصف مماثل، في الوقت الذي اعتبر مسؤول في الإدارة الذاتية أن استمرار القصف على المنطقة يفتح الباب أمام عودة ظهور تنظيم داعش. متجاهلا الأعراف والمواثيق الدولية وبنزعة علنية تهدف لتوسيع نطاق المناطق التي يسيطر عليها، يواصل الاحتلال التركي تصعيده الممنهج وهجماته ضد مناطق شمال وشرق سوريا، ما يمهد الطريق لعودة الإرهاب إلى المنطقة. الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة طلعت يونس قال في بيان إن تصاعد هجمات الاحتلال التركي بالطائرات المسيرة يأتي لصالح السياسات التي تفتح الطريق أمام خلايا تنظيم داعش الإرهابي والمجموعات الإرهابية لإعادة إحياء نفسها من جديد، مستغلين ما يقوم به الاحتلال التركي من فوضى. يونس اعتبر أن الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي بالمسيرات على مؤسسات الإدارة الذاتية بداية مرحلة جديدة لحرب إبادة ضد شعوب المنطقة، مؤكداً استمرار الدفاع عن مكاسب شعوب المنطقة وحقها في الاستقرار والتنظيم الذاتي. كما انتقد طلعت يونس صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وحكومات التحالف الدولي إزاء سياسات الاحتلال التركي المنافية لجميع القوانين والاتفاقات الدولية. إلى ذلك تعهدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان بحماية مؤسساتها والمنجزات التي حققتها على مدار الأعوام الماضية، معتبرة أن تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة يقع على عاتق الأطراف الفاعلة في سوريا. البيان دعا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى توضيح مواقفهم بشكل حازم لردع أنقرة ووضع حد لها، معتبراً أن استهداف الاحتلال التركي للمدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم إلى جانب مؤسسات الإدارة المدنية يعد انتهاكاً صارخاً لجميع المعايير الأخلاقية والمواثيق الدولية. وجاءت هذه التصريحات بعد استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي مركزاً للإنشاءات العسكرية في مدينة قامشلي شمال شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين، وذلك في إطار سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والعسكريين ولا سيما قياديين بارزين في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وخلاياها. وحول هذا الموضوع أرحب بضيفي من شمال شرق سوريا محمد محمود ناشط حقوقي. أهلا بك أستاذ محمد. إذا نتحدث عن اعتداءات تركية مستمرة، وحتى قبل قليل وردنا خبر عاجل باستهداف قرى في ريف عين عيسى والطريق الدولي M4، ما هي آخر التفاصيل لديك محمود؟ نعم، في البداية أرحب بكم على هذه الاستضافة. في الواقع إنما تقوم به الدولة التركية في هذا السياق هو ما جعلنا نقوم بالبحث أكثر عن هذه التفاصيل، وقد توصلنا أيضا نحن كناشطين حقوقيين في سوريا وبالأخص في مناطق شمال وشرق سوريا أن كل ما تقوم به الدولة التركية يدعو إلى شيء واحد، وهو إطلاق سراح معتقلي داعش، أي أخطر تنظيم إرهابي على وجه الأرض الذي باتت عناصره معروفة في الشرق الأوسط من الاغتيالات وأيضا الذي نعم. نستطيع أن نلخص بسيطرتهم الوحشية على هذه المناطق. ففي الحقيقة موضوع طريق M4 الذي يصل من مناطق شمال وشرق سوريا إلى عزاز وأيضا من حلب حتى مدينة إدلب وإلى الحدود التركية، هذا المشروع كانت تطمح إليه تركيا منذ بداية العام 2011 حتى مع بداية ما سميت بالثورة السورية، وظهر ذلك عن طريق دعمها للمجموعات الانفصالية المعروفة بالجيش الوطني. عدم إفلاحها في هذا دفع تركيا إلى دعم تنظيم داعش بشكل مباشر عن طريق حدودها المفتوحة من مدن الباب وعزاز وجرابلس وحتى من ضواحي إدلب وحتى من الحدود العراقية، أي من محافظة دير الزور. ظهر الكثير من الضباط الأتراك بشكل تام مع تنظيم الدولة الإسلامي في كثير وحتى الإدارة الذاتية تدعو المنظمات الأممية الإكثار من قواتها أو تقديم الدعم المناسب لقوات سوريا الديمقراطية لأجل حماية اعتقالات هؤلاء الإرهابيين،
فإلى الآن لم نلقى أي شيء جدي تجاه هذا الأمر. وحتى بداية أود أن أذكر في أحداث السابقة في سجن غويران الذي ظهرت فيه بعض مشاكل أدى إلى فلتان أمني وحالة من التوتر والخطر الشديد في محافظة الحسكة، راح ضحيتها المئات من المقاتلين وأيضا من المدنيين، وقد فر عدد كبير من إرهابي داعش في الفلا وفي الصحراء متجهين إلى الحدود العراقية، ومنهم مباشرة إلى القواعد التركية الموجودة في العراق. فنريد أن نذكر كل المجتمع الدولي بأن هروب تنظيم داعش من هذه السجون هو خطر ليس فقط على الشرق الأوسط، بل يشكل حتى خطر على المجتمع الأوروبي بحد ذاته، حتى على الأمريكيين وحتى وكل دولة في العالم من قبل تنظيم الدولة الإرهابي أي تنظيم داعش. لنتذكر مع بعض ما قام به أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة في العالم، فهؤلاء داعش هم خليفتهم، يعدون فرع من أفرع تنظيم الدولة، بل وهم تنظيم القاعدة بحد ذاته لكن بصورة مختلفة بأشكال مختلفة، قادات تم تربيتهم على يد أسامة بن لادن وغيره من الإرهابيين. طيب هنا نسأل، عفوا مقاطعة أستاذ محمد، يعني كيف يستفاد تنظيم داعش أو خلايا تنظيم داعش إرهابي من هذا القصف التركي المستمر بشكل يومي، يعني كيف يستفاد منه؟ طبعا هذا أمر بسيط، فالقصف المتردد التركي على مناطق شمال وشرق سوريا يجعل حالة من التوتر بين المدنيين، وأيضا الاستهداف يتم إلى نقاط قريبة من معسكرات أو بالأحرى من سجون هؤلاء، فاستهداف قرى تلتمر وأيضا حتى القرى الحدودية كعامودة وحتى أيضا استهداف طريق إنفور في عين عيسى يمهد بدخول المجموعات أو الخلايا النائمة الذي هي تحت سقف داعش ويسهل عملية الدخول إلى مناطق شمال وشرق سوريا. كما ذكرنا إن حالة الفلتان الأمني التي حصلت في سجن الحسكة نتيجة هذه المجموعات التي دخلت إلى المناطق عن طريق قصف تركي، فتركيا تقوم بقصف منطقة معينة تزعزع الأمن والاستقرار فيها، فتستفيد تلك المجموعات بالتحرك كما تريد والتوغل أكثر فأكثر في مناطق شمال وشرق سوريا. وأيضا حتى بعض عمليات القصف التي تقوم بها مسيرات الاحتلال التركي تكون قريبة من مواقع التنظيم، يعني في مدينة التمر واستهداف الحسكة وأيضا استهداف دير الزور واستهداف الرقة، عين عيسى قريبة جدا على الرقة، فاستهداف مدينة عيسى واستهداف ذلك الطريق يؤدي بشكل مباشر إلى الخلايا النائمة إلى الرقة، والكل يعلم أن الرقة كانت أكبر ولاية لتنظيم الدولة الإرهابي وإلى الآن تتواجد فيها الخلايا النائمة وسوريا الديمقراطية بالتعاون مع مكافحة الإرهاب بتمشيط هذه المحافظة للقبض على جميع تلك الخلايا. لكن هذه الأمور التي تقوم بها تركيا تجدد هذه الحياة، فكما قلنا في وقت سابق تركيا تعمل إلى إعادة إحياء الرجل الميت، فداعش هو الآن ميت وداعش الآن هو في قبضة الديمقراطية، لكن تركيا دائما تحاول إعادتها إلى الحياة لأجل نهب خيرات هذا البلد والتقدم فيه وبسط سيطرتها وإعادة ما سميت بالميثاق الملي الذي سوف تقوم عن طريقه باحتلال سوريا وأيضا احتلال العراق. طيب أستاذ محمد، نسأل هنا، يعني أنتم كناشطين كيف تفسرون استهداف المسيرات التركية لشخصيات إدارية في المنطقة وحتى مراكز ومؤسسات مدنية؟ لماذا هذا الاستهداف للمدنيين؟ يعني أقصد الشخصيات الإدارية هنا. طبعا اليوم كل من يناضل ضد الاحتلال، كل من يناضل لأجل شعبه ووطنه، فهو معرض دائما لهذه العمليات. اليوم الاحتلال التركي عن طريق استهداف المسؤولين وكبار الشخصيات في الإدارة الذاتية هو بهدف ترعيب الإدارة بحد ذاتها وبهدف زعزعة الاستقرار. اليوم إذا قامت تركيا باستهداف أحد، فلنفترض أحد مؤسسة معينة، فهذا خطر على المؤسسات بكاملها، وبهذه الصورة هو يحاول إضعاف تلك المؤسسات، ولكن
نحن كنشطاء نقيم الوضع بأن تركيا مهما حاولت استهداف الشخصيات، إن الشعب الكردي وكافة الشعوب الموجودة في مناطق شمال وشرق سوريا لا يمكن أن ترضخ لمثل هذه الترهات. فأوراق تركيا باتت مكشوفة للجميع، سواء إذا كانت الحكومة، سواء إذا كانوا المدنيين في سوريا، وحتى إذا كان الأشخاص المعتبرون في هذه المنطقة. فتركيا مهما حاولت، أنا أعتقد وهذا الرأي يشاطنني فيه أي كثير، لن تصل إلى نتيجة هذه العمليات. فإذا تم استهداف مسؤول معين وأدى إلى استشهاده، فإنه يوجد الكثيرون من هذا المسؤول الذين يمشون على خطاه طريقه في بحر الإرهاب التركي الذي يتجدد بصورة الفصائل المعارضة أيضا داعش. نعم، أشكرك جزيل الشكر من شمال شرق سوريا محمد محمود ناشط حقوقي. مشاهدينا نذهب إلى فاصل أخير ثم نعود، ابقوا معنا.